سادت حالة من الفرحة بين أهالي منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد خلال حصاد محصول القمح. يأتي ذلك فيما ارتفعت معدلات التوريد من الأقماح المحلية هذا الموسم بشون منطقة بورسعيد إلى 5300 طن. حالة من الفرحة سادت بين أهالي منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد خلال حصاد محصول القمح وزيادة الإنتاجية للفدان خلال هذا العام. مديرية التموين في بورسعيد أكدت أن معدلات التوريد من الأقماح المحلية موسم 2023 ارتفعت بشون منطقة بورسعيد حتى وصلت إلى 5300 طن. طبعا محصول القمح إن شاء الله يعني هيبقى حلو من يعتبر من 12 ل 14 ممكن يزيد حسب خصبة تربة الأرض وكده، وفي حتة برضو دي أقل وفي حتة أزيد إن شاء الله، واخد بالك؟ والحمد لله يعني ربنا يصلح حالك. المحصول عندنا بدينا من الأول في الأرض الأساسيات، بدأنا بتسميد الأرض، مسكنا الأرض تسبيخ في البداية، بعد كده ابتدينا برمي السوبر، بعد كده فرقنا الأرض وظبطنا ظبطت الأرض عندنا بمساحة واحدة بالليزر، بعد كده بدأنا نرمي الحب في الأرض وبدأنا نستنى المحصول يوم ورا يوم عشان نديله السمادات بتاعته. الإنتاج عندنا عالي جدا السنة دي، وكان ينقصنا وده بأمر الله المطرة بس كان الفدان إن شاء الله يصف عندنا 20 أرداب. اللهم صل على النبي. النهاردة السنة اللي فاتت سنة 2022 كان الفدان بيجيب من 12-13 أرداب. السنة دي الدعم الجامعات الزراعية والكيماوي المدعم اللي هو الكيماوي الملح اللي في الجمعيات، ما شاء الله الفدان السنة دي جايب من 16-17 أرداب، كمية مقدرة بدرجة نقاوة عالية، ذلك في وجود اللجنة الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي والتي تعمل بشكل يومي من 8 صباحا وحتى آخر سيارة لتسليم القمح بما في ذلك العطلات الرسمية والأجازات. لجان المتابعة اليومية تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشؤون المخصصة. متابعات يومية للأراضي الزراعية التي تقوم بحصاد محصول القمح، وكذلك متابعة توريده بالشؤون والصوامع، بالإضافة إلى أنه يتم زراعة 10,138 فدان من المساحة المنزرعة بالمحافظة لمحصول القمح خلال هذا العام.